توا 9:18 وكل عادة البداية مع بوان كوفيد. معنا بالهاتف الدكتور حبيب غديرة الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا. يبدو أنه لحد الآن منزلنا ما تحسناش عليه، على كل حال نمشي توا السؤال دكتور. مرحبا بكم من جديد مواصلين معكم هذا اللقاء، وقيت كما قلنا سؤال فقرة سؤال دكتور، وحاضر معنا في الاستوديو الدكتورة أنيسة قاسم مختصة في أمراض السكري والتغذية. مرحبا بك دكتورة. صباح الخير عواطف. صباح النور. الموضوع اللي اخترنا باش نحكيه فيه اليوم، قلنا نحكيه على القيمة الغذائية للحم الضأن، شنو النصائح اللي تنجم تقدمها لنا وتقدمها خاصة بالنسبة لمرضى السكري، شنو هي الكمية المنصوح بها؟ معناتها نعرفوا احنا اللي توا عيد وبرشا ناس ياكلوا من غير ما يراقبوا رواحهم، ما يوزنوا يراقبوا بعض. افكتيفمون كما قلت الحم العلوش، قبل ما نحكي على القيمة الغذائية، قبل ما نحكي على المضار متاعه، هو عنده قيمة غذائية هائلة وكبيرة برشا. طبعا أكيد كما اللحوم الحمراء الكل عنده قيمة غذائية، فاش تتوفر على خطر فيه برشا كمية كبيرة متاع بروتينات، والبروتينات هذية معناها الجودة متاعها عالية. علاش؟ خطر تجيب لنا الأسيد أميني إسانسيال، نسميوها الأحماض الأمينية الضرورية اللي ما توفرهاش البروتينات من مصدر نباتي. والبروتينات كما نعرفوا الدورة متاعها به في النمو في جميع مراحل الإنسان، معناها من الجنين للطفل للكهل إلى حتى الشيخ، ديما البروتينات ضرورية للنمو وضرورية زادة كيف بما أنها مصدر متاع طاقة منصوح بها عند الرياضيين. علاش؟ خطر جرام بروتينات تعطينا 4 سعرات حرارية. والسعرات الحرارية هذه ماهيش ما تصمنش برشا مقارنة بسعرات حرارية تجينا من الدهنيات ولا تجينا من السكريات، وتقوي لاماس ميسكولير يعني الكتلة العضلية عند سبورتيف عند الرياضي. خلاف البروتينات، الحم العلوش مصدر أساسي وكبير برشا متاع حديد، كما نعرفوا والحديد خاصة الحديد متاع الحم العلوش هو حديد القيمة الغذائية متاعه ممتازة جدا وجودة عالية. علاش؟ خطر هو سريع الامتصاص وسريع امتصاص مقارنة ديما نقارنوه بالحديد الموجود في الأغذية النباتية. وبالتالي الحديد يعني اللي عندهم فقر الدم منصوح به لجماعة فقر الدم، ومنصوح به كذلك للوقاية من فقر الدم. هذا بالنسبة للحديد. فيه الزنك كذلك، الزنك معروف توا نحكيوا عليه برشا في فترة الكورونا والكوفيد، اللي هو يقوي المناعة بالباهي، دونك يقوي الجهاز المناعي ويقوي الجهاز الدفاعي نتاع الجسم. وخلاف هذاك فما زاد كيف دي زونتي اوكسيدون كيما السيلينيوم اللي يقوي المناعة في نفس الوقت كيما الزنك، ويحارب على الشيخوخة ويقاوم الأمراض السرطانية بالنسبة للأشخاص المعرضين لهذه الكل. كما حكينا على المنافع والقيمة الغذائية متاع الحم العلوش، الحم الضأن واللحوم الحمراء بصفة عامة، ما ننساوش ما يخفاش علينا اللي الحم العلوش للأسف الإفراط فيه ينجم يسبب في أمراض ومشاكل صحية، مشاكل صحية إذا فما إفراط. علاش؟ على خاطر الحم العلوش من أكثر أنواع العلوش احتواء للدهون، ومن أكثر أنواع اللحوم اللي فيها نسبة متاع كوليسترول ومتاع دهون مشبعة. ومعروف أن الدهون المشبعة والكوليسترول الدور متاعها معروف في تصلب الشرايين، معروف في انسداد العروق، في أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ضغط الدم. وبالتالي بالنسبة للعباد اللي عندهم الأمراض المزمنة هذه، من المستحسن أنهم ينقصوا في الاستهلاك ويراقبوا الكمية اللي مش يستهلكوها في عيد الأضحى. وإما خير معناتها ياكلوها كي يبدا طيب الحم العلوش، وإلا يقولوا مشوي. معناتها القيمة الغذائية بالنسبة للقيمة الغذائية هنا النصائح العامة. قبل ما نحكيه على مشوي ولا مش مشوي، أول حاجة يظهر لي نحكيه عليها هي الجزء. علاش قلت لي أنت جبتنا على مرض السكري؟ لكن مش مرض السكري كهو، فما مرض السكري، أمراض القلب، أمراض الشرايين، العبيد اللي عندهم كوليسترول، عندهم دهون، أمراض الكلى، أمراض النقرس. أهم حاجة هي الجزء نتاع العلوش، خاطر بين جزء وجزء الكمية نتاع البروتينات والكمية نتاع الدهنيات تختلف من جزء إلى جزء. وهيك علاش العبيد اللي نستحضوا على الصحة نتاعهم هما نحاولوا يستهلكوا العلوش الجزء اللي فيه أقل
شحومات اقل دهون اللي هو جينيرال جيغو الفخذ ولا الفيليه اللي في الظهر. بما انه هو يتقسم للاجزاء فما اجزاء اللي هي اقل دسامه من من الاجزاء الاخرى. أيوة. بالنسبه لطريقه الطهي من المستحسن بصراحه هو الغليين معناها تصمتوا قبل وبعديك نجم حتى تشويه، ويقول لك الشاي باهي شويان باهي والسمطان باهي، والمستحسن نجم ناخذهم الزوز مع بعضهم معناها علاش لا. بالنسبه للشاي هنا انا جوست معناها بارونتيز ماذا بينا ما يتحرقش اللي فوق الفحم وكل شيء هذاك راهي تعمل مواد مسرطنه، هذه معناها جوست تذكير معناها صحيح بالمناسبه. باهي وكما قلنا معناها استهلاك الحم حتى الكميه نحكي جبنا على الكميه، الكميه عند انسان عادي بين 100 الى 200 جرام في الوجبة الواحدة، ومن المستحسن أيامات العيد في وجبة واحدة فقط. والمستحسن إذا خدينا في الفطور ما ناخدوش في العشاء. إيفيكتيفمون. وإحنا خاطر ما نعرف وإحنا التوانسة في العيد يقول لك في الليل يحب مشوي في النهار مشوي وإلا طايب. على ذكر على ذكر نهار العيد هو من المنصوح حتى نهار العيد ما نسلكوش العلوش. علاش؟ الخاطر بعد ذبحان العلوش من المستحسن تقعد على الاقل 6 الى 12 ساعه ما تسالكش العلوش، شغل بلان صحي معناها صحيا واكيد هما لما حاله ما فما حتى حد. لكن توا سيف يقول لك الدنيا تسخن وكل ماذا بيه واحد يحفظ فيسه على يحفظ افكتيفمون فيسه، خاطر فيسه ما يتعفن معناها مع السخانه بالضبط. وهو في الفريجيدير راهو يقعد حتى 3 ايام وهنا زاد كيف كيف تنويه على انه العلوش راهو يسو كونسيرف تري بيان في الكونجيلاتور، هيك علاش ما نصحوش العباد تاكل العلوش في فتره قصيره، تكمل العلوش في ظرف شهر من زمان 15 يوم بعدك تقول انا كليت العلوش مره كهو في العام. لا، من المستحسن انك تاكل 3 ايام ماكسيموم في ايامات العيد ما تفاداوش، في المستحسن في الوجبه الرئيسيه وبقيه العلوش نخزنوا في الكونجيلاتور ونحاولوا ما نفوتوش مثلا مره في الاسبوع ونداولوا على انواع اخرى متاع بروتينات. ما ننساوش استهلاك الخضر مع العلوش. علاش الخضر؟ فيها الالياف والالياف هذه نقص من امتصاص الدهنيات اللي موجوده في العلوش دونك تعاوننا باش تنقص ارتفاع مستوى الكوليسترول. وما فيها باس اذا نزيدوا معنا حتى خضر اللي فيها نسبه تاع فيتامين سي كيما الفلفل والطماطم وعصر قارص. علاش؟ لا فيتامين سي شنو الدوره نتاعها؟ هي ماهوش ينقص الدهنيات لكن باش يحسن امتصاص الحديد اللي موجود في الحم. دونك نجم نضبوا عصفورين بحجر. اي بالنسبه لحفظ الحم انت قلت معناتها نجموا نصبروا معناتها ناخذوا كان 3 ايام الاولى تاع العيد ناكلوا الحم والاخر نخبيوه في الكونجيلاتور، قد ايه نجم يقعد؟ اقل شيء 6 شهور، اقل شيء من 6 شهور الى 10 شهور. والقيمه الغذائيه نتاعو تنقص شويه؟ شويه فيتامينات تنقص. هما شنو اللي فيتامين نجم هما نجم الفيتامين اما مثلا الزنك والحديد والبروتينات ما تتنحاش بالكونجيلاسيون. ايوه يعني باش نحوس الدكتوره انه يلزم يكون تناول الحم العلوش بطريقه تكون صحيه بكميه محدده معتدلة. الناس اللي عندهم فقر الدم ينجموا ياكلوا ولكن ديما زاد بكميات ولا هو فقر الدم يستهلك على طول العام مش فتره العيد كها والكميه تكون اكثر خاطر حاجته في الحديد تكون اكثر ما ينجم ياخذ حتى اكثر من مره في الاسبوع. هو المنصوح به بصفه عامه عند الانسان العادي منصوح به اللحم الاحمر بصفه عامه 500 جرام في الاسبوع 500 جرام في الاسبوع مقسمين خاطر مش فماش لحم احمر كها وفما اسماك وثما دواجن ثم مصادر اخرى نتاع حديد وثم مصادر اخرى نتاع بروتينات. بالنسبه للعباد عندهم حاجتهم اكثر في اللحوم كيما المراه الحامل مثلا كيما الرياضي كيما الاعباد اللي عندهم فقر الدم هذوك الحاجه نتاعهم تزيد شويه بارابور على الانسان العادي الطبيعي. باهي برشا. على كل حال احنا حبينا نعطيو للناس اللي يسمعوا فينا بعض النصائح قبل العيد باش هكيك نهار العيد ما تقعش هكا نقولوا احنا التخمه ياكلوا برشا نهار العيد ويقول لك خاطر العيد للاسف مدام عواطف للاسف مدام عواطف راح نلاحظوها بعد العيد في الاستعجال في العيادات نتاعنا نلاحظوا بالحق اقبال اكثر تاع امراض قلب وشرايين لي كومبليكاسيون. علاش؟ خاطر العباد ما توزنش الكميه نتاع العلوش نتاعها هي وما تاكلش العلوش هكا هو تاكل العلوش تاكل الكبده وتاكل المصارن تاكل تاكل الليه تاكل المرقاز معناها كيما نقولوا تخلط انواع نتاع الحم وانواع الحاجات الاخرين اللي فيها شحومات دونك معناها كيما نقولوا الجسم ماهوش قابل باش يستوعب الكميه هذيك في فتره قصيره
وهيك علاش نركزوا على الاعتدال وتقسيم العلوش على طول على الاقل على نص سنه على الاقل حتى كميه صغيره بشويه 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 بشويه. يعطيك الصحه على كل هالنصائح اللي قدمتهم لنا. الاكيد الناس اللي يسمعوا فينا باش ياخذوا بهالنصائح هذيا في ايام العيد وحتى طيله السنه. نعرفوا احنا توا العيد الكبير جنا في الصيف وهو غير منصوح به برشا في الصيف. العلوش يقول لك هو احسن ما ناكلوا العلوش في فتره الربيع هكا ولا لا، ولذا كان كثروا من الخضره من الغله وشويه بالمقادير اللي هي كنت تقول فيهم يعني بين 100 غرام و 200 غرام في الوجبه الواحده، وماذا بينا ناخذوا مره بركه في النهار، ماذا بينا مره واحده وماذا بينا ما نفوتوش ثلاثه ايام على اقصى تقدير اربع ايام ورا بعضهم. ايوه، وبالنسبه للمشوي ما خليهوش يتحرق برشا خاطر يتسبب في مشاكل صحيه بعد ونقعدوا نعنيوا فيها. شكرا ليك دكتورة أنيسة قاسم مختصة في أمراض السكري والتغذية ليك. على تدخلك معنا وعلى وجودك بيناتنا في الإذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله نستقبلوك مرة أخرى في مواضيع أخرى. إن شاء الله عيدك مبروك. هكا نكونوا كملنا فقرة سؤال دكتور، نمشي لاستراحة غنائية وبعد راجعين مع السوق. مشغول عليك مشغول.